أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يوجد عندنا في البلد نادي رياضي، وفي داخله مسجد صغير، وقد تم بناء مسجد آخر كبير في هذا النادي، في هذا النادي. نعم. سؤالي: ما الذي يجب عمله في المسجد الصغير؟ وهل نستطيع جعله مكتبة للرياضيين؟ والله راجع اللي بنى المسجدين، لأن المسجدين كلاهما هو اللي بناهما، راجعه. فإذا رأى نقل الصغير إلى الكبير لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل: إذا لم يكن عندكم جهة مسؤولة عن المساجد، أما إذا كان فيه جهة مسؤولة عن المساجد راجعون الجهة المسؤولة وهي تصرف. نعم.